بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء وحلقه فضيله الشيخ محمد ابو بكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. هتقول لي جدعه وتطلع لي الاخطاء. لا صح؟ هتروحي على طول تاخدي القرصه. صح كده، قرصه على طول. طلع الاخطاء على طول من غير كلام. ما انا قلت لك، انا قبل ما تبداي الهوا قلت لك ايه؟ قلت لي سمعي على طول. لا قلت لك هتغلطي، لان قلت لي بصلي بيها على طول. انا بصلي بيها على طول. ايوه، ما بصلي بيها على طول، بتصلي بيها من غير احكام. ايوه. اول خطا وقعتي فيها ان انت استعذت ولم تبسملي. والبدء بها في اول صوره صح. حتم لازم. ماشي. انت في اول الصوره. دي ناسيه منسيه. معلش. النقطة الثانية، ما جبتيش حكم من الأحكام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صدق طيب. الله العظيم. الصورة دي ليها قصة عايزين نسمعها من حضرتك. طيب. استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للوحيد الديان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فقصة الصورة تلخص دائما أن التطرف لا ينتسب لدين معين ولا لشريعة محددة ولا لمعتقد خاص، بل أي شريعة أو أي ديانة يوجد فيها أهل التطرف والشقاق. مظبوط. وهؤلاء الذين نزلت فيهم الصورة أبرهة ومن على شاكلته كانوا يدينون بالنصرانية. بنوا كنيسة عظيمة من أجل أن يصرفوا الناس عن حج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. لم يقبل الناس فعلهم وانصرفوا عن كنيستهم، فعقد العزم على أن يهدم البيت الحرام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلقن أبرهة وأن يلقن العرب درسا لا ينساه الإنسان على مر التاريخ، له معنيين. المعنى الأول أن قدرة الله غالبة عندما تعجز قوة البشر عن الحماية. الأمر الثاني أن هناك شيئا عظيما سيحدث وهو ميلاد سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولذا حمى الله البيت الحرام. طيب، أخذ أبرهة عتاده وعدته وانصرف إلى البيت الحرام في يعني جيش منيف ومعه فيلة، يقال إن الفيل الأعظم كان اسمه محمود كما قال بعض المفسرين. وبعدين ذهبوا إلى البيت الحرام، وعلى مشارف مكة أبت الفيلة أن تتحرك. كلما أرادوا أن يتقدموا منعوا. أيوه. فإذا وجهوا إلى غير البيت الحرام توجهوا وساروا. سبحان الله العظيم. طيب، أبرهة لم يعتبر، خلي بالك، هو هنا أولى أن يكون صاحب عبرة واتعاظ، لأنه صاحب كتاب، لأنه صاحب شريعة. أيوه. لأنه قرأ بقية من كتب السابقين، فلا بد وأن يكون عنده دراية بأن نبيه عيسى عليه السلام قد بشر بنبي سيأتي في آخر الزمان، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد من أهالي شبه الجزيرة العربية ولا من أطرافها كان عنده علم من كتب السابقين إلا وكان يعلم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليهود كانت تنتظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفارغ الصدر،
وكانوا يقولون للعرب سنفعل فيكم فعل عاد وثمود وسنقطعكم إربا إربا، وكانوا يمنون أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من بين أظهرهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهر العرب أكنوا له العداء، أكنوا له العداء. والشيء بالشيء يذكر، هذا عبد الله بن سلام رأس اليهود الأكبر وحبر اليهود الأكبر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي المدينة وقال: يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي صلى الله عليه وسلم. سألك عن ثلاث حاجات محدش يعرفهم إلا يكون إيه؟ نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم. فقال عبد الله بن سلام: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه؟ فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفة. يعني أنت لو قدمت شوية زي ما احنا بنقول كنت سمعت الإجابة من مين؟ من فم جبريل عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تحف الناس من المشرق إلى المغرب، وأما الولد فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع، يعني كان المولود ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع، يعني كان المولود أنثى. فقال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حق رسول الله، ولكن أرسل إلى بطون اليهود ولا تخبرهم بإسلامي وسلهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطون اليهود، فجاءوا من كل صوب وحدب: يا محمد فيما تريدنا؟ فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد حبرنا وابن حبرنا، عظيمنا وابن عظيمنا، عالمنا وابن عالمنا، أعقلنا وابن أعقلنا، حبرنا وابن حبرنا، كبيرنا وابن كبيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا لو أسلم؟ قالوا: يا محمد أعاذه الله منك ومن أمثالك. فخرج سلام على ملأ اليهود وقال: يا ملأ اليهود أو يا بطون اليهود، اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت بطون اليهود في صوت واحد: يا محمد كذبناك القول، سفيهنا وابن سفيهنا، أرزلنا وابن أرزلنا، أحقرنا وابن أحقرنا. فهكذا كل قوم كان لديهم علم عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نعى الله على أهل الكتاب في القرآن نعى عليهم أنهم كانوا يعلمونه وكانوا يدرونه. ولذلك هذا أبو جهل يقال له: أتقر لمحمد بالنبوة؟ يقول: إني لا أقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. ولكنه العناد، ولكنه العناد. ولذلك العناد والكفر شقيقان، العناد والكفر شقيقان، حيثما وجد العناد وجد الكفر. هؤلاء الذين كانوا يعاصرون النبي ويعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم أزمة في كل البراهين التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان العناد، كان العناد لمجرد العناد وليس لمجرد البينة ولا لمجرد الدليل ولا لمجرد العقل. يعني في ناس كتير ممكن يقتنعوا بالحكم لكن يفضلوا يكبروا ويعندوا. نعم، وهذا أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان. خدي بالك، أعظم المصائب. يعني إيه؟ حتى إحنا لما بنيجي في قضايا مصيرية، يعني مثلا لما نيجي في قضية زي قضية الحجاب، سؤال لا رجعة فيه، هل تؤمنين بالحجاب أم لا تؤمنين به؟ تقول: أنا أعلم أنه فرض، ولكن سأل الله أن يهديه، أنا مش قادرة لسه. انتهى الحوار من قبل أن يبدأ. بخلاف أن يكون إنسان يقول: لا لست مؤمنا، وإن كان يعني فرضا فهو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. وهكذا يستمر الجدال إلى غير إلى غير بينة، إلى غير نور. ولذلك لا تجد إنسانا يجادل على باطل يهديه الله للهداية أبدا، لأنه ورث العناد وورث المكابرة وورث الكبر، والكبر والحق ينفران لا يجتمعان أبدا. نعود إلى قصتنا. أنا مضطر أخد تليفون، هاخد اتصال. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ الدعاء؟ أهلا وسهلا.
اهلا بيك. ازاي فضلت الشيخ؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك. اتفضلي سؤال ربنا حضرتك. يخليك ويبارك فيك. تسلم. لا انا ما عنديش سؤال، انا عايزه الشيخ محمد ابو بكر يكلمني ضروري عشان عايزه اساله في مساله على علشان ابني متوفي وعايز اعمل له صدقه جاريه. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك طيب اتكلمني. هو بس انا بس على ملأ الناس ومشهدي انا اكلمك، بس انا لا بعمل صدقات جاريه ولا برشح مكان يعمل صدقات جاريه ولا هتاخدي مني معلومه في الامر ده. اذا كان سؤالك بغير هذا الامر على العين وعلى الراس واتصل بيكي واكلمك على راسي. بالله عليك اتكلمني، والله ما اقصد انك ان يعني ده انا عايزه فتوى بس. حاضر عايزة على راسي خدام. حاضر يا استاذه. حاضر يا استاذه. سيبيلي شكرا. سيبيلي الرقم وانا من عندي قبل عندي بعد الحلق. حاضر. اخد اميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ازي اهلا وسهلا. انا والله بص ربنا يعلم من اشد المعجبين بالبرنامج وبحضرتك وبالشيخ. الحمد لله. اتفضلي سؤالك. الله حاجة. انا بص متجوزه بقالي فتره وبدا بس للشيخ انا رزقني بالذريه الصالحه، ويدعي لامي بالصحه وبابايا ويدعي لاخواتي ربنا يهديهم عشان خاطر تعليم والدتي جدا. حاضر بس كده عايزه وأنا الدعاء. انا منتظمه في الصلاه جدا جدا الحمد لله في الاذكار وكل حاجه وسوره ياسين زي ما الشيخ بيقولها. انت متجوزه بقالك كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين ولسه ربنا ما رزقكيش. طيب بس انا منتظمه في الصلاه وكده، بس صلاه الفجر بتبقى تقيله شويه عليا عشان انا بصحى بدري والشغل وكده فما بقدرش اصليها. طيب فهل دوت مثلا بيقلل من عند ربنا من تصليها الساعه كام يعني؟ تصلي يعني مثلا 6 7 لما بصحى ما بقدرش اصحى في الميعاد اللي هو مثلا من الساعه 3 3 ونص ما بقدرش. طيب ماشي حاضر هنرد عليكي يا أميرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. قبل الفاصل جالنا اتصال بتسأل هي أولا بقى 3 سنين متجوزة وما خلفتش لسه ربنا يعني ما كتبش، وصلاة الفجر تقيلة عليها. والله شوف أنت بنت حلال. أيوه وربنا سبحانه وتعالى بيحبك. ها فتعدي بلفظ كده قبل الفاصل وتقولي كويس وقلت لك تمام تقومي انت مغيره بعد الفاصل انت اللي توقعي نفسك. يعني ايه قبل الفاصل قالت ربنا ما رزقش فكان اللفظ صح، بعد الفاصل قلت ربنا ما كتبش. ما كتبش كذبت. ما كتبش في الفتره دي. ما كتبش الله. في الفتره. لا لا حول ولا قوه. لا حسبي بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاسبي بقى. لا ما تحاسبوناش على اللغو في الكلام. لا احنا ما بنحاسبك لأنك من الأكابر. لا أنا لست من الأكابر. الذين يشاروا إليهم بالبنان في كل حركة وسكون. لا مش للدرجات دي. الله حطوني مع العوام. كتب من قبل أن يخلق أختنا الكريمة وقد كتب لها كل شيء. كتب لها الرزق وكتب لها الأجل. وكتب لها أهي من الأشقياء أم من السعداء، كتب لها كل شيء وكتب عليها كل شيء. فعشان كده ليس من الصحيح أن نقول ربنا ما كتبش. ربنا ما كتب لهاش الخلفة في الوقت ده. لا ما ينفعش نقول كده. ما تقولوش كده. لا زال رزق الله لها لم يأتي بعد. ماشي لسه ما رزقتش. ماشي. فنسأل الله العلي القدير. فعشان كده سألته في الفاصل هو اللي أنا قلته ده صح ولا هتوقف لي عليها فعشان نعرف الألفاظ، فقال لي لا صح. ماشي طبعا. على نياتكم ترزقون. ماشي. فأسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المباركة أن يجبرها بجباريته وأن يرزقها ولدا صالحا سليما معافا عاجلا غير آجل، وأن يرضها ويرضى عنها، وأن يبارك في زوجها، وأن يجعل السرور في بيتهما، وأن يعينها على الطاعة، وأن يبارك في أمها، وأن يعينها على تربية أولادها، وأن يعين إخوانها على بر أمهم. ماشي. طيب نروح صلاة الفجر. صلاة الفجر الأصل أن ينوي الإنسان أن يقوم للصلاة في الموعد وأن يبذل في ذلك الجهد من ضبط الموبايل 30 مرة زي ما احنا بنعمل، فإن وفق لها فذاك فضل من الله عظيم، وإن لم يوفق لها فأرى أنه لا حرج عليه لأنه بذل الجهد شريطة أن يكون قد نوى أنه إن شاء الله هيقوم وإن شاء الله باذل الجهد أنه فعلا هيقوم مش هيكسر. طيب اللي بيسمعه المنبه وما يقدروش بس بسمعين وما يقدروش. دايما أقول للي بيسمع الأذان أو بيسمع المنبه لو حصل معاك كده وقلت هقوم وما قمتش أكثر من الاستغفار.
فإنما أنامك كثرت ذنوبك. لأن كل ربنا وفقك لسماع الأذان أو للانتباه للموبايل يبقى أنت خلاص أهو مهيأ للقيام. إيه اللي أثقلك؟ أن ضرب الشيطان على أذنك. ولن يضرب الشيطان على أذن الواحد منا إلا إذا كثرت ذنوبه، فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار. هقول لك كمان نقطة أستاذة دعاء، بالمناسبة صلاة الفجر بالذات أنا أعتبرها منحة إلهية وفضل عظيم لمن منح إياه، ولذلك أقول دائما لمن منح إياه ولمن كانت نعمة الله عليه في صلاة الفجر احرص عليها بالكتمان وداوم عليها بعدم الكلام. بالكتمان؟ بالكتمان وعدم الكلام. بتتحسد دي؟ طبعا تتحسد. قيام الليل يتحسد، صلاة الفجر تتحسد، كثرة الاستغفار يتحسد، كثرة الصلاة على النبي يتحسد، كثرة ختام القرآن يتحسد، كثرة الصدقات تتحسد. بس الناس بتشجع بعض وبتحب تقول لا أنا لا أحب هذا، أنا لا أحب هذا، إلا أن يكون في ذلك تعليم لأمر ضروري. يعني الأستاذة دعاء بتقول قدامي عشان عارفة أن أنا معايا فلوس وبخيل، فتقول لي والله انت عارف الصدقه يا شيخ محمد هتنجيك من امور كثيره، انت عارف لو التعب اللي عندك ده لو تصدقت ربنا يخفف عنك، يبقى ده تعليم. وتروي لي مشهد من حياتها فاتعظ به، لكن ان تحكي عن نفسها هذا امر غير مستحب. ليه بقى؟ ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحسد قال لا حسد الا في اثنتين. ايه هم يا رسول الله؟ قال المال والعلم. الاثنين. ربنا ادى العبد مال فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار سرا وجهرا، والتاني العلم يتصدق منه ويعلمه للناس. فهم دول اللي فيهم الحسد، هم دول اللي فيهم الايه؟ الحسد، او هم دول اللي فيهم الحسد الاعظم، او هم فيهم الحسد الاكبر. وعلشان كده لابد اننا اذا رزقنا طاعه عظيمه أن نكتمها عن الناس حتى يتمها الله علينا. اللهم أتم علينا فضلك يا أكرم الأكرمين. نرجع لسورة الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. نعم. يعني إيه الكيد؟ أمر داخلي لا يدريه الإنسان ولا يراه. ولذلك دائما لا تخف من إنسان أظهر غضبه. فذاك إنسان يحتوى. ولكن عليك من الخوف ممن أضمر كيده في قلبه يا ساتر. وقضم غيظه في نفسه ودبر بالليل ما لا تدري. خد بالك. ولذلك إيه؟ خد بالك ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الطارق تحدث عن ماذا؟ ها؟ عن الكائد. أيوة. الكائد كيدا. ها؟ قال إيه؟ انت تبشر الذين ايه يكيدون كيدا واكيدوا كيدا فبشر الايه لا خالص انت قلبت الايه خالص. معلش طب معلش فكرني طب هاتي ورا شويه. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقوم فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شوفي بقى وضع الله سبحانه وتعالى كيد هؤلاء في مقابل كيد الله سبحانه وتعالى. شوف العظم عشان يوريك عظم الكيد في شدته وفي قوته وفي بأسه. إنهم يكيدون كيدا يدبرون أمره. الدعوة بتاعت اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم. منين الدعوة دي؟ من بعد الصالحين. أثرت عن بعض أهل الله سبحانه وتعالى. اللهم رد كيدهم عليهم. ولا تنفذ كيدهم فينا. معايا كده؟ ليه؟ لأن الكيد هو أبشع أنواع الانتقام. نسأل الله السلام. هو الإيه؟ الانتقام الغير معلن. وبعدين الستات اتوصفوا بان كيدهن عظيم. والله ان كيدهن عظيم. بس سبحان الله يعني العظيم. يعني فكره الكيد دي يعني صفه غير يعني مش مظبوطه غير سويه غير سويه. فلما الستات تتوصف بيها دي حاجه صعبه. لا هي لما وصفت بها النساء لكثره الدهاء
يعني لما وصفت بها النساء لكثرة البهاء، لدرجة ان العلماء كانوا يعني يطارفون النساء او يعني يمازحون النساء ويقولون وصف الله كيد الشيطان بانه ضعيف وكيد المرأة بانه عظيم. حاجة تخوف. طبعا يا سبحان الله العظيم. ان كيدهن عظيم. ألم تكن، وبعدين احنا بننبسط بيها، ألم تجعل من كيدها ليوسف أرمته في السجن وهو البريء؟ جعلت هذا من كيدها. فربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك الكيد برضك بالشيء بالشيء يذكر، الكيد يحمل على الخير وللشر. هناك على إنسان الشر؟ لا، يحمل على الخير والشر. ازاي؟ يكيد في الخير ويكيد في الشر. بس هي جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم في الغالبية في الشر، في الشر. طيب وأكيد كيدا، وكيد الله، ما هو كيد الله بس على الأمرين، على الخير والشر. فإذا كاد الله لإنسان خيرا رفعه وأعلاه وأعلى ذكره، وقلب كيد الشر لكيد خير في حقه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طوع لها لسان حسودي. لولا انتشار العود في النار فيما جاورت ما كان يعرف مسك طيب العود. يعني إيه؟ قالوا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينشر فضيلة يهيئ لهذه الفضيلة إيه؟ لسان الحسود. طيب أنا عايزة أسألك على حاجة قلتها. نعم. في النص كده، مش عايزة أعدي. قلت اللي بيكظم غيظه، المفروض أنه كظم الغيظ دي حاجة كويسة. نعم، كظم الغيظ مع العفو أمر طيب. لكن كظم الغيظ مع التدبير ومع الكيد أمر شر، نسأل الله السلامة. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. في تضليل يعني إيه؟ جعل كيدهم وتدبيرهم الذي أنشأوه والذي محدوا له والذي خططوا له في غير الصواب. يبقى ممكن الكيد يكون في الخير ويكون في الصواب. يبقى ممكن الكيد يكون في الخير ويكون فين؟ في الصواب. ألم يجعل كيدهم في إيه؟ في تضليل. وبعدين وأرسل عليهم طيراً أبابيل. احنا نكمل بقية الآية بقى في حلقة طيب بس أنا في عجالة قبل أن نختم الصورة. هذه الصورة تعلمنا درساً مهماً جداً، أن الله إذا أراد نصرتك فلا أحد يحول بينك وبين نصرة الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله طوع الكون كله لأجلك. وإذا أراد الله نصرتك غير نواميس الكون لأجلك. الكلام ده مع الناس العادية؟ مع كل الناس. الكون يتغير نواميسه لأجلي؟ طبعا مع كل الناس. يعني هل دي آيات نشوفها عادي كده؟ طبعا نشوفها عادي، على فكرة نشوفها عادي 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 خالص. والآيات تثبت ببراهين واقعة في الدنيا. وكم من أناس تغيرت الدنيا لأجلهم. أمال حضرتك يوم عرفة لما سمعنا القصة بتاعت الست اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها في صورة ملك، يعني تجمع أولادها بعد شتات، أليس هذا من تغيير نوامس الكون؟ أليس هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لأمر معين؟ لا، وقد تكون في حادث مأساوي ويخرج منه الحد سليم مثلا، ونقول هو ده اللي يشوف العربية يقول ده ميت ميت، سبحان الله العظيم، وفجأة يخرج سليم، سبحان وغيرها الله حد يبقى. يعني فعلا نواميس الكون اللي هي الحاجات اللي احنا بنشوفها استحالة تحصل، بتحصل يوميا قدامنا. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدناني. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. عندنا فاصل قصير ونعود.